بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم في قبل البيان تلاوة بيان بعثة جامعة الدول العربية، أتقدم بخالص العزاء لأسر وعائلات الشهداء، وخاصة استشهاد القاضي واثنين من الجنود البواسل للقوات المسلحة المصرية وإصابة 12 في حادث العريش. ما حدث بالعريش هو أحد الهجوم اللي تقوم فيه الجماعات الإرهابية لوقف مسيرة الديمقراطية وخارطة الطريق في مصر، لكن طبعاً المسيرة تسير، ودليل على سير المسيرة أن الانتخابات سارت بشكل ممتاز والحمد لله، وإن شاء الله ستكتمل المسيرة باكتمال المرحلة التكميلية للمرحلة الثانية. إذا تسمحوا لي بس أبدأ في البداية، أنا معكم يعني بحب أشكر وسائل الإعلام لأنكم رافقتوني بمسيرة هذه الانتخابات منذ الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية والآن الانتخابات النيابية، وإن شاء الله نكملها مع بعضنا البعض بالبيان الختامي في شهر ديسمبر إن شاء الله، في بداية شهر ديسمبر. وأحببت اليوم لأنه هي المرحلة الثانية أن يكون لدينا بيان، لأنه العديد من وسائل الإعلام تحدثوا معي حول ذلك. الواقع في قبل تلاوة البيان أيضا أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي محافظ القاهرة والجيش المصري على زيارة أمس. زرت مركز العمليات في محافظة القاهرة وأيضا اطلعت على الإجراءات المختلفة اللي تقوم بها محافظة القاهرة، وكان لنا كنا سعداء أيضا بأن رافقنا معالي المحافظ ببعثة الجامعة بالجولة اللي قمنا فيها مع معالي المحافظ إلى العديد من المراكز والاقتراع، واطلعنا على الأرض على ذلك. وأنا بعتقد هذا كان أحد المؤشرات اللي تبين لنا أنه المسؤولين في بكافة مراتبهم في مصر حريصين على أن يتابعوا العملية الانتخابية ليس فقط في المكاتب أو غرف العمليات إنما أيضا في الميدان. فكانت الجولة بالنسبة لنا جولة متميزة. الواقع استكمال لمتابعة بعثة جامعة الدول العربية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس نواب جمهورية مصر العربية العام 2015، تابعت البعثة مجريات العملية الانتخابية للجولة الأولى للمرحلة الثانية التي جرت يومين 21 و 23 نوفمبر 2015 خارج وداخل جمهورية مصر العربية. ضمت البعثة أكثر من 100 متابع من موظفي الأمانة بينتموا ل 18 جنسية عربية، تم نشرهم في 9 محافظات وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية الشرقية، الدقالية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء. كما تابعت البعثة الانتخابات المصرية في الخارج عبر مكاتبها المتواجدة في 6 عواصم: موسكو، أديس أبابا، نيروبي، برلين، نيويورك، نيودلهي. وكذلك تابعت البعثة العملية الانتخابية من خلال غرفة عملياتها بمقر الأمانة العامة لرصد ومتابعة تطورات الأحداث على مدار الساعة والتواصل مع متابعي البعثة وتلقي ملاحظاتهم بشكل دوري وإبلاغ المتابعين بالتعليمات والإرشادات التي تصدر عن رئاسة البعثة وإعداد تقارير حول سير العملية الانتخابية. زار متابعو البعثة في المرحلة الثانية 724 لجنة فرعية تواجدت في 324 مركز اقتراع، وحضروا عملية العد والفرز في 18 لجنة فرز. وقد جاءت ملاحظات البعثة على النحو التالي: افتتحت 62.9% من لجان الاقتراع التي زارتها فرق بعثة جامعة الدول العربية في الوقت المحدد طبقاً لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أن يكون الافتتاح في تمام الساعة 9 صباحاً، وفي معظم الأحيان كانت التأخر بسبب عدم وصول أعضاء اللجان الانتخابية
أو موعد الاقتراع كالأختام والأقفال المرقمة باكراً. سجل متابعو بعثة الجامعة تواجد قوات الجيش والشرطة في مراكز التي تم زيارتها، وقد قامت هذه القوات بتأمين المراكز واللجان تأميناً كاملاً ومكثفاً دون التدخل في مسار العملية الانتخابية، كما قدمت المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وغرار المرحلة الأولى لعبت قوات الجيش والشرطة دوراً هاماً ومتميزاً في العملية الانتخابية، أسهم في إتمام الجولة الأولى للمرحلة الثانية دون حوادث تذكر. اتسم أعضاء موظفي لجان الاقتراع بالمهام وإلمام جيد بإجراءات العملية الانتخابية وخطوات عملية التصويت، لا سيما في إرشاد الناخبين إلى عدد المرشحين المطلوب اختيارهم في ورقة الاقتراع على النظام الفردي. وقد سجل المتابعين تواجد المرأة كموظفة في 91.2% من لجان الاقتراع التي تم زيارتها. رصدت البعثة زيادة الإقبال على التصويت في المرحلة الثانية مقارنة مع المرحلة الأولى، حيث رصد متابعو البعثة تفاوت إقبال الناخبين ما بين الكثيف والمتوسط والضعيف في اللجان التي زاروها. وقد سجلت البعثة إقبالاً كثيفاً في محافظات الدلتا، خاصة في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. والجدير بالذكر تكرار المشهد الانتخابي خلال المرحلة الأولى من تصدر للسيدات ولا سيما كبار السن مع إقبال ضعيف للشباب. تم السماح لمتابعي البعثة بالدخول إلى اللجان في غالبية المراكز التي زارتها البعثة والقيام بالمهام المتابعة دون معوقات تذكر، باستثناء بعض الحالات التي قد يكون سببها عدم الإلمام الكافي بدور المتابعين وحقوقهم. خلال فترة الراحة تم إغلاق وفتح لجان الاقتراع في الأوقات القانونية المحددة لها، ولم يتم رصد أي تجاوز من قبل متابعي البعثة خلال هذه الفترة. استمرت مظاهر الدعاية الانتخابية خاصة خلال الفترة المسائية أمام بعض مراكز الاقتراع التي زارها متابعو البعثة، حيث تم رصد توجيه الناخبين وحشدهم، وكذلك توزيع مبالغ مالية على الناخبين للتصويت لصالح بعض المرشحين، ووقوع اشتباكات ومشاجرات بين أنصار عدد من المرشحين، الأمر الذي تم التصدي له سريعاً من قبل قوات الأمن في بعض الحالات. تشيد بعثة جامعة الدول العربية باستخدام جهاز القارئ الإلكتروني الخاص بتدقيق هوية الناخب والتأكد من عدم قيامه بالتصويت في بعض لجان الاقتراع في المحافظات، الأمر الذي ساهم في تيسير عملية الاقتراع على الناخب وإنجازها دون تعقيد. وتأمل البعثة في أن يتم تعميم استخدام هذا الجهاز في جميع المراكز الانتخابية في المستقبل. تقع غالبية مراكز الاقتراع التي زارها متابعو جامعة الدول العربية في أماكن تسهل وصول الناخبين إليها، الأمر الذي يدل على حرص اللجنة العليا للانتخابات على تشجيع الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع دون جهد أو عناء. إلا أنه وفي بعض الحالات واجه الناخبين كبار السن وذوي الإعاقة صعوبة في عملية الاقتراع بسبب تواجد اللجان في الأدوار العلوية، الأمر الذي يفضل مراعاته خلال مرحلة الإعداد بتخصيص لجان لهم في الأدوار الأرضية تقديراً لظروف هذه الفئات. تواجد مندوبو المرشحين والقوائم داخل 85.5% من اللجان الانتخابية التي زارها متابعو البعثة، مع تواجد أقل نسبياً لمتابعي منظمات المجتمع المدني في اللجان، على الرغم من الدور الهام والأثر الإيجابي الذي تلعبه هذه المنظمات في تعزيز ودعم العملية الانتخابية. أكدت التقارير الواردة من متابعي بعثة الجامعة العربية في الخارج على حسن وتنظيم سير وتنظيم العملية الانتخابية وسلاسة إجراءاتها وفقاً لما نص عليه القانون، وفي ظل إقبال أوسع من المرحلة الأولى ومع تسجيل غياب تام لممثلي المرشحين في المقرات التي تواجدت فيها بعثة الجامعة.
أغلقت معظم لجان الاقتراع التي زارتها بعثة جامعة الدول العربية في الوقت المحدد قانونياً، وتمت عملية الفرز وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون وحضور مندوبي المرشحين وبعض المتابعين المحليين. إجمالاً، اتسمت الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري بالتنظيم الجيد، وجرت وفقاً لما نص عليه القانون، حيث أتاحت للناخب فرصة التعبير عن إرادته بحرية وسرية، وتؤكد البعثة أن الملاحظات السلبية التي رصدت خلال هذه المرحلة لن يكون لها تأثير جوهري على النتائج النهائية. وفي هذا الإطار ستواصل بعثة جامعة الدول العربية متابعة العملية الانتخابية بكامل مراحلها حتى الإعلان النهائي للنتائج بعد انتهاء فترة الطعون، وستصدر البعثة حينها تقريرها الختامي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لترفعها لمعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وترسله إلى اللجنة العليا للانتخابات. وشكراً.